بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأرحب بكم مشاهدينا الكرام أجمل الترحيب في بداية هذه الحلقة من برنامج ناشئ في رحاب القرآن. نلتقي في هذه الحلقة الشاب الحافظ عارف أنس يوسف الشحي من دولة الإمارات. عارف، تعرف بالإمارة وتعرف بالعمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أنا عارف أنس يوسف بلال الشحي، عمري 20 سنة، من دولة الإمارات. أي إمارة؟ إمارات دبي. إن شاء الله. عارف، في أي عمر بدأت تحفظ القرآن؟ طبعا بدأت الحفظ يعني من ما أنا صغير، تقريبا من 8 سنوات. كان الوالد يعني يشجعني على حفظ القرآن الكريم. الوالد شو يعمل؟ الوالد الحين حاليا متقاعد. نعم، يعني ماشي، بس يعني هو يحرص علينا حفظنا القرآن. كان يعني يجلسني مع أخي دائما، يعني أخوي كان حافظ القرآن الكريم. أخوك الأكبر من الأصغر؟ أكبر، الأكبر طبعا، محمد أنس. بكم؟ أكبر عني تقريبا ب11 سنة. ما شاء الله. إيه. وإذا كان يحفظ القرآن يعني أحد دفع إلى حفظ القرآن، أم كان هناك يعني اجتهاد شخصي؟ لا، كان طبعا رفقة طيبة. نعم، رفقة صالحة، كانوا يجلسون في المسجد يحفظون القرآن الكريم. وانت صغير تطالع فيهم تكون مثلهم؟ طبعا صح. ما شاء الله. فكنا نسير عن المراكز نحفظ القرآن في المسجد، وكان أخوي يعني دائما يعني يأخذنا معه. أعرف، كم سارق معك حفظ القرآن؟ تقريبا يعني 5 إلى 6 سنوات. 5 إلى 6 سنوات. طيب، كان عندك جدول محدد ولا كنت تاركها على البركة؟ لا، كان في جدول، يعني كل يوم الصبح بعد العصر نجلس مع الشيخ في المسجد. نعم، نحفظ قرآن. المنهج اللي اعتمدته يا عارف في حفظ القرآن، هل بدأت في البقرة؟ هل بدأت متفرقات؟ بدأت يعني من الناس، من صور الصغار، من الصور الصغار وأنا طالع. الصور القصيرة ثم؟ الصور الصغيرة إلى يعني بالتدريج يعني. يعني أنت أخذت المصحف كاملا من الناس حتى البقرة؟ لا، الى وصلت الى هنا وصلت, نعم. وصلت الى النصف، عقب بدات يعني من البقره شويه. نعم، شوي يعني من فوق شويه شوي من تحت. زين، نقطة الالتقاء كانت اخر سوره تذكر؟ تقريبا ما اعتقد في سورة المائدة. المائدة. وش الصعوبة في سورة المائدة؟ يعني شوية بسبب المتشابهات اللي فيها. اي، واجب المتشابهات في الصورة. صح، قد تكون اصعب سورة مرت عليك ولا في اصعب؟ لا، في اصعب سورة، في تقريبا سورة الاعراف. ما هي اصعب في سورة مرت عليك؟ هود. سورة أصعب. هود. سورة هود والاعراف هذه بسبب القصص والتداخل. واجد قصص. صح. نعم، قصص متداخلة وفي متشابهات واجد. طيب، اذا اصعب سورة تكون هود ام غيرها؟ هود تقريبا. صعب عندك. صح. نعم، رغم انها سورة قصصية يفترض ان تكون سهلة، لكن بسبب تشابه القصص هنا وهناك. التشابه فقط، بس يعني صورة. طيب، في أي عمر انتهيت من حفظ القرآن؟ تقريبا في 17 سنة. 17 سنة. 17. طيب، سنة. الآن أنت تقريبا 3 سنوات الآن أنت حافظ القرآن. ماذا تفعل خلال هذه السنوات الثلاث؟ أراجع. تراجع. أراجع. عندك جدول في المراجعة ولا أيضا أنت يعني؟ لا، في حسب في الفراغات. جدول يعني تقريبا جزئين أو 3 أجزاء في اليوم. جزئين إلى 3. ما شاء الله. أراجع، ويعني أنا أنصح يعني اللي يراجعون يعني إنهم يراجعون ثم يقرؤون ما راجعوا في الصلاة. أعرف يعني الآن أقرانك اللي يشاهدوك الآن واللي يظن أنه هو ما لن يستطيع حفظ القرآن، ماذا تقول لهؤلاء؟ لا، يعني حفظ القرآن ليس صعبة. يعني البعض يقول يعني الآن عارف حافظ القرآن، ما ممكن أكون مثل عارف في يوم من الأيام. ما تقول لمثل هذا؟ لا، أنا أقول يعني ليس حفظ القرآن صعبا، بل هو السهل. يعني من أراد أن يحفظ القرآن الكريم يعني يتوكل على الله، يبحث عن رفقة الصالحة الذين يحفظون القرآن، يجلس معهم. نعم، ويبدأ في حفظ. والاستمرارية. استمرارية. نعم، يعني الاستمرارية بعد مهمة، أنه يلتزم حلقة أو شيخ وأدومه وإن قل. صح، يعني بشكل يومي، هذا بعد يعني شيء مهم. ولا يفارق كتاب الله عز وجل. طيب، إذا جاءته همة في فترة من الفترات
ماذا يفعل؟ يعني البعض تجيه همة ثم تفتر هذه الهمة بعد فترة، يعني نصيحتك لمن تأتي الهمة الآن يعني شاهدك وجاءته الهمة، ماذا يفعل من هذه اللحظة؟ ماذا يفعل من هذه اللحظة؟ يستمر في الحفظ. نعم، من هذه اللحظة يبدأ في الحفظ ويستمر. نعم، ويتوكل على الله عز وجل. يتوكل على الله ويدعو الله عز وجل. صحيح، يدعو الله. نعم. عارف أشد الناس فرحا بحفظك القرآن من كان؟ والدي وأخي وأختي إن شاء الله، لأنهم من يعني حرصوا على حفظ كتاب الله عز وجل. ما شاء الله. وإن شاء الله تكون يعني يعني حققت لهم هذه الأمنية، وهي أمنية لك أولا قبل أن تكون لهؤلاء. عارف أول ما بدأت تحفظ القرآن كنت أظن أنك ستكون حافظ القرآن؟ لا، ما خطر في بالك؟ ما خطر في بالك، إنما ماشي في هذا الطريق والله كريم إلى آخر الطريق. نعم، توكلت على الله والحمد لله، الله وفقني. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. طيب، عارف تسمعنا شيء من تلاوتك؟ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. جزاك الله خير يا عارف على هذه التلاوة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعك بما حفظت من القرآن، وأن يعينك على تطبيق ما حفظت من كتاب الله عز وجل. إذن مشاهدين الكرام، نلتقيكم في حلقة قادمة ومع حافظ جديد من حفاظ كتاب الله عز وجل. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.